السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب تالتة ثانوي. إن شاء الله في الفيديو ده هنشوف شكل المفاصل وشكل حركات المفاصل من خلال طبعا فيديوهات 3D. احنا عندنا المفاصل تلات أنواع. في مفاصل بتكون معدومة الحركة، يعني ما عندهاش حركة خالص، زي المفاصل اللي بتكون موجودة ما بين عظام الجمجمة، اسمها مفاصل ليفية عديمة الحركة، ما بتتحركش خالص. برضو المفاصل اللي بتكون موجودة ما بين أول ضلع، المفصل اللي بيكون موجود ما بين أول ضلع وعظمة القص، ده برضو مفصل محدود الحركة، عديم الحركة مش محدود الحركة. إنما النوع التاني من المفاصل هي المفاصل محدودة الحركة، زي المفاصل اللي بتكون موجودة ما بين فقرات العمود الفقري، اسمها المفاصل الغضروفية محدودة الحركة. وبرضو المفاصل اللي بتكون موجودة ما بين القصبة والشظية، المفصل اللي بيكون موجود ما بين القصبة والشظية، برضو ده مفصل محدود الحركة. والنوع الثالث والشائع جدا، وهي المفاصل الزلالية واسعة الحركة. مفاصل زلالية واسعة الحركة دي بتكون شائعة في جسم الإنسان، أكثر المفاصل شيوعا في جسم الإنسان. هناخد كده جولة سريعة داخل المفاصل، إن شاء الله هنستمتع وهنستفيد جدا داخل في الجولة دي. معانا أول نوع، دي كده اللي اسمها السوتشرز، أو المفاصل اللي بتكون موجودة ما بين عظام الجمجمة، اسمها مفاصل ليفية عديمة الحركة، مش بتتحرك خالص. الغرض منها هو انها تكون قوية وصلبة علشان خاطر تقدر ان هي تحمي العضو اللي جواها، اللي هو طبعا المخ. ده بيبين لنا مدى اهمية الايه، المخ. وبرضو المفاصل بتمسك مع بعضها عن طريق سنون عظمية مدببة علشان خاطر تزود مساحة سطح الجمجمة من الداخل، وبالتالي تقدر ان هي تستوعب حجم المخ. تعالى كده نشوف الفيديو ده. ادي كده الجمجمة، وادي شكل المفاصل. احنا عندنا الجمجمة طبعا بتتكون من 22 عظمة وبتحتوي على 29، بتتكون من 22 وتحتوي على 29. ده كده اسمها السوتشرز، المفاصل اللي بتكون موجودة ما بين عظام الجمجمة، مفاصل ليفية عديمة الحركة، ما عدا طبعا مفصل الفك السفلي، هو المفصل الوحيد اللي بيكون زلالي متحرك. يبقى تاني كده، شايف كل المفاصل اهيت مش متحركه ما عدا الفك السفلي الوحيد اللي بيتحرك، لانه بيكون مفصل، مش مفصل ليفي، ده بيكون مفصل زلالي. طيب ادي كده برضو شكل المفاصل اهيت، دي شكل الجمجمه وشكل المفاصل. محتاجين ان احنا نعمل زي نظام تغذيه بصريه كده علشان خاطر نثبت المعلومات، احنا بنعتمد على الفهم بشكل كبير جدا. دي كده الاسنان اهيت، يعتبر المفاصل بتاعتها برضو مفاصل ليفية، بس مش عليك كده كده الأسنان. ده الفك السفلي اهوت، العظمة الوحيدة المتحركة في الجمجمة. برضو من ضمن المفاصل عديمة الحركة عندنا المفصل اللي بيكون موجود ما بين أول ضلع، ده كده أول ضلع، ودي كده عظمة القص. شايف كده التقوس بتاع أول ضلع، شايف أول ضلع صغير ازاي، عشان خاطر برضو لو جاب لك رسمة أو سؤال يجيب لك منظر الضلع ده كده تعرف إن ده شكل منظر الضلع ليه. الأول احنا عارفين إن القفص الصدري بيبقى مخروطي الشكل، يعني كل ما بننزل كل ما التقوس بتاع الضلع بيكبر اهو. فلو جاب لك رسمه من فوق كده تعرف ان ده الضلع الاولاني، بص، وده الضلع الثاني. انت طبعا مش هتحفظ اساميهم ولا حاجه، ولكن كل الحكايه هو ان انت بس ايه، يعني تعرف ان في ان الشكل مخروطي نفسه، كل ما تنزل كل ما التقوس بيكبر معاك لحد ما توصل طبعا لاخر ضلعين تحت. شايف كده اخر ضلعين تحت، اللي هو الضلع العائم ال11 والضلع رقم 12، زوج الضلوع ال 11 12 اسمها الضلوع العائمه، دي الضلوع الايه؟ العائمه. لكن احنا عندنا الضلوع من فوق، عندنا الضلع الاول والضلع الثاني والضلع الثالث وده الرابع والخامس والسادس والسابع اهي، دي بتتصل اتصالا مباشرا بعظمه القص، فبنقول عليها اسمها الضلوع الحقيقيه، بتتصل بعظمه الايه؟ القص. لكن عندنا بدايه من الضلع الثامن والتاسع والعاشر، دول بنقول عليهم الضلوع الكاذبه. ليه كاذبه؟ لان تحس ان هم كذابين كده، تيجي تسالهم تقول لهم انتوا بتتصلوا بالقص، يقولوا ايوه. طب فين الاتصال؟ هم متصلين مع مين؟ متصلين مع الضلع السابع، فاسمها الضلوع الكاذبه. لكن عندنا ال11 وال12 دول مش بيتصلوا بالقص من قدام، فبنقول على اسمها الضلوع العائمه، الضلوع الايه؟ العائمه. طيب نيجي بعد كده للمفاصل برضو اللي بيكون فيها حركه، بس حركه محدوده، زي اللي بتكون موجوده ما بين القصبه، دي كده عظمه القصبه اهيت، مفاصل محدودة الايه؟ الحركة. وعظمة الشظية، المفصل اللي بيكون موجود ما بين القصبة الشظية، اللي هو المفصل ده كده،
ده مفصل محدود الحركة. طبعا المفصل ده بيكون مفصل ليفي على فكرة، مفصل ليفي محدود الحركة، لان اللي ماسك هنا الياف مش غضاريف، ده اسمه مفصل ليفي محدود الحركة. فما تستغربش ان انت ممكن تلاقي مفصل ليفي محدود الحركة، يعني مش كل المفاصل الليفية بتكون عديمة الحركة، لا، في عندنا مفصل ليفي اهوت محدود الايه، محدود الحركة. طيب ندخل بقى بعد كده على المفاصل الغضروفية محدودة الحركة. عندنا المفصل اللي هو بيكون موجود ما بين عظمتي العانة، الجزء ده اسمه، دي عظمة العانة ودي عظمة العانة، فيبقى اسمه الارتفاق العاني، وده قرص غضروفي اهوت، قرص غضروفي اسمه الارتفاق العاني، يكون موجود ما بين عظمة العانة وعظمة العانة، ودي اسمها عظمة الورك، ودي اسمها الحرقوفة الظهرية، التلاتة مع بعض بيكملوا لي عظمة اسمها عظمة الحوض، عظمة اسمها عظمة الحوض. طيب برضو من ضمن المفاصل الغضروفية محدودة الحركة المفاصل اللي هي بتكون موجودة، أو الغضاريف اللي بتكون موجودة ما بين الفقرات، ده كده غضروف موجود ما بين الفقرات بيكون محدود الايه، محدود الحركة. نيجي بعد كده لأشهر المفاصل اللي موجودة في جسم الإنسان، وهي المفاصل الزلالية. مفاصل زلالية طبعا بيكون فيها سائل زلالي، بيكون برضو فيها غضروف، ودي أشهر وأكثر انتشارا في جسم الإنسان، وبيكون في منها نوعين، في مفاصل زلالية محدودة الحركة يعني بتتحرك في اتجاه واحد بس، وفي مفاصل زلالية واسعة الحركة بتقدر انها تتحرك في اكثر من اتجاه. بص كده، ده مفصل الكوع اهوت، مفصل الكوع ده بيكون مفصل زلالي بس محدود الحركة لانه بيتحرك في اتجاه واحد فقط. فبص كده، ده مفصل الكوع، دي ده اسمه، شايف انت الكيس ده، اسمه الارتكوليتنج بونز، اللي هو السطح يعني المفصل بتاع العظم نفسه، يكون في هنا كبسولة، دي كده كبسولة بيكون فيها سائل اسمه السائل الزلالي، بيبقى سائل لزج كده عامل زي البياض بتاع البيض، زلال البيض. بص كده شكل المفاصل، المفاصل اللي هي ما بين الفقرات، عشان خاطر الاسئله ساعات بيجيب لك الاشكال دي. بص كده ركز معايا في الشكل ده، هي مفاصل محدوده الحركه، مفاصل موجوده ما بين الفقرات، شايف شكل الحركه ما بين الفقرات بتبقى عامله ازاي، محدوده خالص اهي. بص كده، ده كده النتوء المفصلي السفلي او الخلفي، وده النتوء المفصلي العلوي او الامامي. شوف الفقره اللي فوق بتتصل مع اللي تحتها عن طريق نتوئين مفصليين سفليين، والفقره اللي تحتها بتتصل مع اللي فوقها عن طريق نتوئين مفصليين علويين او اماميين. طيب نيجي نشوف بعد كده المفصل اللي بعد كده عندنا، بص ده المفصل بتاع الكوع ومفصل الركبه، بيبقى عامل زي مفصلات الباب كده بالظبط، تبقى مفاصل زلاليه محدوده الحركه بتتحرك في اتجاه واحد فقط. بص كده ركز معايا في الحته دي، شايف عيط بيتحرك في اتجاه واحد فقط، الكوع والركبه، يبقى دي من امثله المفاصل الزلاليه محدوده الحركه، عندنا الكوع والركبه شكلهم اهو المنظر ده كده عامل زي مفصل الباب بالظبط. بص كده، ده عندنا المفصل اللي بيكون موجود ما بين الفقرة العنقية الأولى اللي هي الأطلس والفقرة العنقية الثانية اللي هي المحور، بيكون موجود ما بينهم مفصل اسمه بيفوت جوينت، بيفوت جوينت، ده شكل المفصل. بص عامل ازاي، بص الحركة عاملة ازاي، هذه الفقرة الأولى اهيت اللي اسمها دي الفقرة الأولى اللي اسمها الأطلس، اهيت اللي بتتمفصل مع الجزء المخي من الجمجمة، شايف كده العظمة دي اسمها العظم القفوي، ده كده العظم القفوي بيتمفصل معاها أول فقرة عنقية اللي اسمها الأطلس، اسمها الأطلس. بص كده ركز معايا كده، بتبقى على شكل حلقة اهيت وما عندهاش جسم، علشان كده ما بتتصلش مع الفقرة اللي تحتها، ما بيكونش في ما بينهم قرص غضروفي، ما بيبقاش فيه ما بينهم قرص غضروفي. طيب الفقرة اللي تحتها اسمها اللي اسمها اكسس اللي هي المحور، يعني المحور، بص كده شكلها عامل ازاي، ده شكل المحور، يبقى الاطلس لها شكل والمحور ليها شكل، وبقية الفقرات العنقية بيكون لهم شكل، عشان كده الفقرات العنقية بيكون اكثر الفقرات احتواء على اشكال، لان عندهم ثلاث اشكال، فقرات العنقيه بس بيكون ليها ثلاث اشكال. بص ده شكل الفقره العنقيه بدايه من 3 لحد 7، لو مسكنا فقره من دي كده بص
دي شكل بقية الفقرات العنقية. يبقى احنا معانا كام شكل؟ معانا 3 أشكال. دي عندها جسم عادي خالص اهي. طيب نيجي بعد كده للمفاصل اللي بتكون موجودة ما بين عظمة الكعبرة، العظمة بتاعت الكعبرة اللي فوق الكبيرة ديت، بتبقى الكبيرة عند الصبع الكبير، والسطح العلوي لرزغ اليد. شكل المفصل اهوت قدامنا اهوت، ده شكل المفصل ما بين الكعبرة والسطح العلوي لرزغ اليد. طبعا احنا عندنا عظمة الزند دي مش بتكون مفصل، الجزء ده بيكون فاضي، الجزء ده بيكون فاضي لان عظمة الزند دي الصغيرة ديت مش بتكون مفصل مع السطح العلوي لرزغ اليد. ادي هي الكعبرة، الكعبرة بتكون كبيرة عند الصبع الكبير اهو. فين الصبع الكبير؟ اهوت. طبعا ده في الوضع التشريحي بيكون عظمة خارجية اهي ناحية الخارج. ده كده الوضع التشريحي بس بتاع جسم الانسان اهيت، الوضع التشريحي بتاع جسم الانسان. فهي بتكون الصبع الكبير ناحية الخارج، فهي بتكون عظمة خارجية. عظمة ايه؟ خارجية. انما العظمة بتاعت الزند اللي هي الداخلية، العظمة دي مش بتكون مفصل اصلا مع السطح العلوي لرزغ اليد. ادي كده رزغ اليد، هما 8 عظام اهوت موجودين في صفين. طبعا شفنا شكل المفصل ما بينهم. طيب ده المفصل اللي بيكون موجود ما بين الصبع الكبير والجزء السفلي لرزغ اليد. بص كده ركز معايا الصورة دي او الفيديو ده، شايف شكل المفصل عامل ازاي في اكثر من اتجاه. ده طبعا بيساعد الانسان على انه يلتقط ويمسك اي حاجة بايديه عادي خالص، وبرضه بيساعد الحيوانات زي القرود كده على التسلق. تخيل في عظمة الخالق سبحانه وتعالى. بص المفصل بقى، المفاصل الزلالية واسعة الحركة، زي عندنا الكتف وعندنا المفصل الفخذ او مفصل الورك، ليه اسمين مفصل الفخذ او مفصل الورك. ده بيكون مفصل عامل زي الكورة اللي بتكون موجودة في سوكت، في جيب كورة، في كورة في تجويف يعني. فبيكون مفصل زلالي واسع الحركة. ده طبعا بيمثل لنا مفصل الكتف اللي هنشوفه قدامنا دلوقتي، ومفصل الفخذ او مفصل الورك. ده كده مفصل الركبة اهوت، اكبر مفاصل الجسم، اكبر مفاصل الجسم بيكون فيه 4 أربطة بناء على منهجنا، يعني بناء على منهجية كتالت سنة، واربع اربطة، لكن هم اكتر من كده بكتير طبعا. بص اول رباط اسمه الرباط الصليبي الامامي، ده كده الرباط الصليبي الامامي اهوت، ادي شكله بيربط ما بين عظمة، العظمة دي اسمها عظمة الفخذ ودي عظمة القصبة. تاني رباط هو الرباط الصليبي الخلفي، الرباط الصليبي الخلفي بيربط برضو ما بين عظمة الفخذ وعظمة القصبة. بعد كده الرباط اللي هو الرباط الوسطي، ده كده الرباط الوسطي اللي هو الداخلي، الرباط الوسطي او الداخلي بيربط برضو ما بين الفخذ والقصبة. يبقى كده معانا 3 أربطة بيربطوا ما بين الفخذ والقصبة. واخر رباط معانا هو الرباط الخارجي اللي بيربط ما بين الفخذ والشظية، وده الرباط الوحيد اللي بيربط ما بين الفخذ والشظية. دي كده شكل الغضروف، ده كده غضروف طبيعي خالص اهوت. هنا بقى غضروف حصل له تآكل، الغضروف ده حصل له تآكل، فبيسبب طبعا ايه؟ بيسبب الخشونة، ده بيكون سببه الخشونة.